لا تخلي حد غيرك ياخذ مكانك ويصير قدوة لهم، كون أفضل قدوة لهم. مو بلازم تكون أحسن مهندس، أحسن دكتور، يكون عندك مناصب عساس تكون قدوة لعيالك. كون لهم أفضل أب. عيالنا يكبرون وفي حلمهم أنهم يكونون مثلك، يكونون مثل شخص أثر فيهم، أثر عليهم في حياتهم. كون أنت تقدر تكون لهم قدوة في فعل الخير، في حبك لهم، في حبك لله وحبك للوطن. تفكر في كل كلمة تقولها قدامهم، فكر في كل فعل تسويه قدامهم، أي شيء تسويه يأثر فيهم. أنت بطل في عيون عيالك، لا تخسر دور البطولة. كون لهم أحسن بطل وأحسن أب.